الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية. بوتين يؤكد تمسك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية وتحفيز التجارة والاستثمار معها. والاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر ممرات التضامن. الثانية عشر ظهرا 9 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، مرحبا بكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلتي دانا مدحت. لك دانا، أهلا بك دعاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. البداية من مشاركة الرئيس السيسي في القمة الإفريقية الروسية الثانية بمدينة سان بطرسبرغ. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن القمة الإفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت رئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت رئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور ما بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة. ومبينا أن القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي. أضاف أنه سيعقد على هامش القمة وسيعقد عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وأبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني. وسط مشهد دولي متشابك تستضيف مدينة سان بطرسبرغ القمة الإفريقية الروسية الثانية، فيما تتصدر قضايا الأمن الغذائي أجندة الاجتماع. المزيد في هذا العرض مع كريم حاتم. أهلا بكم. استغلالا لزخم العلاقات بين القارة الإفريقية وروسيا، تنعقد القمة الإفريقية الروسية الثانية في سان بطرسبرغ وسط تطلعات مشتركة تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد من الشراكة المتوازية. كما يأتي انعقاد القمة في وقت شهدت فيه العلاقات الإفريقية الروسية تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى موسكو لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع دول القارة السمراء. لذلك أبرمت عقودا في عدة مجالات مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية، كما تسعى روسيا لتعزيز التجارة والاستثمار في إفريقيا. سبقت القمة الروسية الإفريقية مجموعة من الزيارات والاتصالات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين في روسيا ودول إفريقية، حيث يسعى الطرفان إلى الخروج بأكبر قدر من التوافق في الرؤى. القمة ستولي اهتماما أكبر بالقضايا الإنسانية، حيث يتضمن جدول أعمالها مناقشة قضايا التعاون في مجالات التعليم والصحة العامة والأمن الغذائي وأمن الطاقة في الدول الإفريقية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الحيوية. كان الرئيس السيسي قد ترأس القمة الإفريقية الروسية الأولى مشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث عقدت في أكتوبر 2019 بمنتجع سوتشي تحت شعار من أجل السلام والأمن والتنمية، بحضور 45 رئيس دولة وعدد من التجمعات الاقتصادية والإقليمية. هذا وأكد الرئيس السيسي خلال مشاركته في القمة الأولى أن الشعوب الإفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتمثلان في العديد من التطلعات والتحديات، موضحا أن هذا الأمر يؤكد صواب رؤية إطلاق تعاون إفريقي روسي أوسع وأشمل. كما أكد الرئيس أن القارة الإفريقية منفتحة للتعاون مع مختلف الشركاء،
معربا عن أمله في إرساء قواعد التعاون الإفريقي الروسي للسنوات القادمة، مع التأكيد على أهمية توسيع وفتح آفاق هذه العلاقة اللي تشمل مختلف الجوانب، وأن تأتي إعمالا لمبدأ الشراكة العادلة بين الدول الإفريقية وروسيا. مشاهدينا، كان هذا عرضا بشأن القمة الإفريقية الروسية الثانية التي تأتي انعقادها في ظل ما تشهد منظومة العلاقات الدولية من تحولات عميقة. شكرا للمتابعة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية دعنا نتحدث عن أهمية هذه القمة، القمة الإفريقية الروسية. أهلا بك يا أستاذ دعاء، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. دعيني أؤكد لك أن هذه القمة هي قمة نقل العلاقات الأفريقية الروسية إلى أفاق أرحب، على اعتبار أنها مكملة للقمة الأولى التي عقدت في العام 2019 عندما كانت مصر ترأس الاتحاد الأفريقي، وكان للرئيس السيسي دور رائد في انعقاد هذه القمة بشكل واضح، على اعتبار أنه لولا مصر ولولا الدور المحوري الذي لعبته الدولة المصرية لانعقاد القمة الأولى ما كانت انعقدت هذه القمة، خاصة أن روسيا سعت بشكل كبير على مدار 10 أعوام لانعقاد القمة الأولى، وبالتالي هذه القمة هي انعكاس حقيقي لحجم الشراكات المتميزة التي تجمع العلاقات الروسية الأفريقية بشكل عام والعلاقات المصرية الروسية بشكل خاص. نعم، طيب نتحدث عن أن هذه القمة تتصدر اجتماعاتها قضايا الأمن الغذائي أو أجندة الاجتماعات. ما توقعاتك بالنسبة لهذا الأمر، وخاصة أن العالم كله الآن أصبح يتحدث عن فكرة الأمن الغذائي وكيف سيكون وكيف هو الحال الآن؟ في ظني وتقديري أن هذه القمة سيكون الملف الأول فيها والتركيز عليه هو ملف الحبوب الغذائية، خاصة بعد عدم تمديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا والتصريحات الروسية المتزنة التي قالت أنها قادرة على توفير الاحتياجات القارة الأفريقية، وبالتالي أرى أن روسيا ستسعى بشكل كبير إلى توفير الكثير من الحبوب والغلال للدول الإفريقية، على اعتبار أن القارة الأفريقية هي القارة الأكثر تضررا من الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكست هذه الحرب بشكل كبير جدا على نقص الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، وبالتالي سيكون هناك تنسيق وتشاور، وهو ما أشار إليه الرئيس بوتين بشكل واضح في نقطتين. النقطة الأولى أنه سيتم منح، يعني إذا تحصل أفريقيا على هذه الحبوب بشكل اقتصادي أو حتى مجانا، وهي نقطة تحسب للقيادة الروسية، خاصة أن هذا الانعكاس الخطير سيؤثر على الأمن الغذائي في ظل أن هناك أكثر من 84 مليون مواطن على شفا الفقر، وأيضا هناك في القارة الأفريقية موجة نزوح جماعية نتيجة نقص الغذاء في الكثير من دول القارة الأفريقية، وأيضا اتفاقية تمديد الحبوب كانت لا تمثل أهمية بالنسبة للقارة الأفريقية، على اعتبار أن القارة الأفريقية أو الحلقة الأضعف أكثر، يعني 2.6% فقط هي من حصلت عليه الدول الفقيرة، يعني سواء اليمن سواء أثيوبيا سواء أفغانستان سواء السودان، كلها دول لم تحصل على الكثير من اتفاقيات الحبوب، وبالتالي لابد من إيجاد بديل مناسب يكون لهذه الاتفاقية لإمداد الدول الأفريقية بشكل واضح بما تحتاجه من أقماح، على اعتبار أن روسيا وأوكرانيا يمثلان حوالي 34% من الناتج الإجمالي لإنتاج الحبوب عالميا. نعم دكتور حمد، وحضرتك خبير في العلاقات الدولية، مثل هذه القمة إلى أي مدى من ممكن أن يكون لها مردود على العلاقات الدولية وأيضا على ما يعيشه العالم الآن وعلى الأزمة الروسية الأوكرانية؟ هل من ممكن أن يكون هناك مردود؟ في ظني وتقديري أن القارة الأفريقية أصبحت محل استقطاب كبير من الدول الكبرى، على اعتبار أن القارة الأفريقية تمثل ربع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي كل الأطراف تسعى
إلى أن تكون القارة الأفريقية يعني منضمة إليها ولها ثقل سياسي كبير، وهو ما حتى نشاهده في الصراع الدولي القائم يعني في القمة الأمريكية الأفريقية الأخيرة. أشار الرئيس بايدن بشكل واضح أنه لابد من حصول الاتحاد الأفريقي على مقعد في مجلس الأمن، هذا من ناحية. من الناحية الأخرى روسيا والصين باعتبارهم أقطاب مهمة ومؤثرة في النظام الدولي، يريد أن يكون العالم متعدد الأقطاب ويكون عالم أكثر عدلا، خاصة أنها تريد أن تعطي أيضا دور مهم في النظام الدولي، وأيضا من خلال مجموعة بريكس على اعتبار أن هناك دول مهمة جدا تريد روسيا والصين انضمام هذه الدول لمجموعة بريكس كمصر أو السعودية أو الجزائر، هي دول ذات ثقل، وبالتالي أرى أن الصراع الدولي لابد أن يتم استغلاله من قبل القارة الأفريقية بشكل كبير لتحقيق مصالحهم، على اعتبار أننا عالم الآن يبحث كل من هذه الأطراف على مصالحه، وبالتالي لابد من إيجاد صيغة توافقية نعم. تكون هي الحاكمة في المشهد. نعم دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، جزيل الشكر لحضرتك. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية موفدة إكسترا نيوز من هناك خلود زهران. خلود برحب بك معنا طبعا مرة أخرى إلى هذه النشرة الإخبارية، مزيد من التفاصيل لديك عن هذه القمة الروسية الإفريقية الثانية التي تعقد في مدينة سان بطرسبرغ اليوم. برحب بك دانا مرة أخرى، برحب بكل السادة المشاهدين، ما زلنا مع حضراتكم من سانت بطرسبرغ حيث تعقد القمة الإفريقية الروسية الثانية والمنتدى الاقتصادي الإنساني الروسي والإفريقي بمشاركة مصر وعدد من القادة والزعماء ورؤساء الحكومات الروسية والإفريقية يوم الخميس والجمعة المقبلين. بالفعل منذ صباح اليوم بدأت الوفود الإفريقية والزعماء والقادة بالتوافد إلى سانت بطرسبرغ، وأيضا يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى سانت بطرسبرغ لحضور فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية اللي بتعتبر الحدث الرئيسي والأبرز في العلاقات الروسية الإفريقية، وبتهدف إلى تعزيز التعاون الشامل بكافة أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا الإنسانية. من ضمن أهداف هذه القمة تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق التعاون الاقتصادي ما بين روسيا والقارة الإفريقية، لأنه هذه القمة بتعتبر منصة للقادة الروس والأفارقة لاكتشاف الفرص في كل المجالات. الجدير بالذكر يا دانا أنه هيكون في اتفاقات ومذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة، البنية التحتية، تكنولوجيا الاتصالات وأيضا الرقمنة، بالإضافة إلى يعني العلوم، استكشاف، طب، معالجة المعادن، التعدين، قطاع الزراعة، الخدمات المصرفية، نقل التكنولوجيا وأيضا خلق فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة ومبادرات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية من خلال مناقشة ملفات هامة زي تحديات التنمية اللي بتواجه القارة، فجوات البنية التحتية، ويمكن احنا نعلم بأنه القارة الإفريقية تحتاج إلى تطوير البنية التحتية بشكل أكبر، وأيضا الفقر، ملف الصحة، التعليم، بناء القدرات، وروسيا لديها خبرة كبيرة في هذه المجالات المختلفة في الصحة، في التعليم، في بناء القدرات. بالإضافة يمكن اللي بيميز هذه القمة عن القمة اللي كانت في 2019 تعزيز التعاون الاجتماعي والإنساني من خلال مناقشة ملفات زي مكافحة الجوع، الفقر، الرعاية الصحية، التعليم، بناء مجتمعات قادرة على الصمود أكثر وتحقيق الرفاهية ليها، وأيضا مناقشة ملفات متعلقة بالتحديات المسلحة اللي بتواجه القارة الإفريقية وإزاي من الممكن تحقيق يعني مجتمعات أكثر أمنا، يعني تسهيل الحوار من أجل الحفاظ على السلم الأمن في إفريقيا، مناقشة ملفات متعلقة بالصراعات، الإرهاب، تحقيق الاستقرار الإقليمي، وأيضا الحفاظ على المجتمعات في القارة الإفريقية. أيضا هيكون في عرض للفرص والإبداعات والابتكارات، لأنه زي ما ذكرنا القمة هي منصة يعني للقادة الروس والأفارقة.
نعم، أنا بشكرك طبعا على كل هذا الرصد وهذه التفاصيل والمعلومات زميلة خلود زهران موفدة أكسل نيوز من مدينة سان بطرسبرغ الروسية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية وتحفيز التجارة والاستثمار معها ومساعدتها في مكافحة الفقر وتعزيز سيادتها، وذلك خلال كلمة ترحيبية له بالمشاركين والضيوف في المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي في سان بطرسبرغ، وأشار إلى أن إفريقيا أصبحت أحد أقطاب العالم المتبلور متعدد الأقطاب، كما أكد على دعم موسكو لتطلعات الدول الإفريقية نحو الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم. تستضيف مدينة سان بطرسبرغ الروسية أعمال القمة الإفريقية الروسية لمناقشة تنمية العلاقات بين أفريقيا وروسيا في مجالات عديدة، من بينها مجال التقنيات العالية والاستكشاف الجيولوجي، وكذلك في إطار مجمع الوقود والطاقة، وبما في ذلك أيضا الطاقة النووية. علاقات الشراكة الروسية الإفريقية تمتعت بجذور قوية وعميقة، وتميزت في جميع الأوقات بسمات الاستقرار والثقة. مدينة سان بطرسبرغ الروسية تستضيف أعمال قمة روسيا إفريقيا الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني روسيا إفريقيا خلال يومي 27 و28 من يوليو لمناقشة تنمية العلاقات الروسية الإفريقية، وعلى وجه التحديد مجالات التعاون ذات الأولوية للعمل المشترك في العقود القادمة من القرن 21. وتشهد أعمال القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات الاجتماعية بعد تحديد الاتجاهات الاستراتيجية للتعاون بين روسيا وإفريقيا من خلال قرارات القمة الروسية الإفريقية الأولى التي عقدت في سوتشي في نهاية شهر أكتوبر 2019، وبهدف تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال تم إنشاء منتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا. وفي بيان له أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء لجان حكومية دولية ثنائية حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي مع العديد من الدول في القارة السمراء، مشيرا إلى ارتياحه إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية ازداد في عام 2022 ووصل إلى قرابة 18 مليار دولار. كما أعرب بوتين عن اهتمام الشركات الروسية بالعمل في القارة الإفريقية في مجالات عديدة، من بينها مجال التقنيات العالية والاستكشاف الجيولوجي، وكذلك في إطار مجمع الوقود والطاقة بما في ذلك الطاقة النووية. كما أكد بوتين أيضا على أهمية الحفاظ على احترام بلاده لسيادة الدول الإفريقية وتقاليدها وقيمها ورغبتها في تقرير مصيرها بشكل مستقل وبناء علاقات مع الشركاء بكل حرية. وأكد بوتين تفهم بلاده لأهمية الإمدادات الغذائية المستمرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على الاستقرار السياسي للدول الإفريقية، وبناء على ذلك فقد أولت روسيا دائما اهتماما كبيرا بالقضايا المتعلقة بتوريد القمح والشعير والذرة والمحاصيل الأخرى إلى البلدان الإفريقية. وعلى الرغم من العقوبات ستواصل روسيا العمل بكل ما في وسعها لتنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة إلى إفريقيا. ويسعى هذا المنتدى الدولي الواسع النطاق الذي يجمع في أروقته أكثر من 20,000 مندوب عن أكثر من 180 دولة لإجراء حوار مفتوح وودي غير رسمي وخالي من الحواجز الأيديولوجية والسياسية، ويوحد جيل الشباب حول أفكار السلام الدائم والمستدام والازدهار والإبداع. قال
المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو من المقرر أن تشهد لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك أيضا في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت القاهرة الشريك التجاري الأول لموسكو في إفريقيا. المزيد في سياق هذا العرض نتابع. يعد يوم 26 من يوليو 2013 يعد يوما فارقا في حياة المصريين، حيث يوافق ذلك اليوم تفويض الشعب المصري لوزير الدفاع حينها الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمكافحة الإرهاب ومواجهة العنف. وقتها أكد الشعب المصري تحمله المسؤولية مع الجيش والشرطة في مواجهة ما يحدث في الشارع، وأن العلاقة بينهم لا تنفصم. المزيد في هذا العرض بتقنية الواقع المعزز وزميلة نانسي نور. 10 أعوام على تفويض الشعب للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك لمواجهة العنف والإرهاب. ففي 24 من يوليو عام 2013 طلب السيسي في كلمة إلى الشعب المصري بالنزول إلى كل ميادين مصر يوم الجمعة الموافق 26 من يوليو لإعطاء القوات المسلحة والشرطة تفويض وأمر لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل. وبالفعل استجاب المصريون الذين ملأوا الشوارع والميادين في 26 من يوليو، ليكون ذلك بمثابة صفعة لكل من كان يشكك في ثورة 30 من يونيو ويشكك في شرعية ما قامت به القوات المسلحة، ويؤكد العلاقة المتينة بين الشعب وقواته المسلحة. وجاء تفويض الشعب بعد حدوث سلسلة من الهجمات الإرهابية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في 3 من يوليو لعام 2013 استهدفت كمائن للجيش والشرطة ومنشآت سكنية ودينية للأقباط.
وبدأت مصر مواجهتها مع الإرهاب منذ اللحظة الأولى انطلاقا من الإيمان الكامل بخطورة هذه الظاهرة وما قد تسببه من انهيار دول بالكامل وإسقاط مؤسساتها. وأدت تلك الجهود إلى تراجع تدريجي في عدد العمليات الإرهابية، إذ انخفضت في عام 2016 إلى 199 عملية، بينما لم تتجاوز 50 عملية إرهابية في 2017، بينما حدثت 8 عمليات فقط خلال عام 2018، في حين لم تشهد مصر سوى عمليتين إرهابيتين في عام 2019. وتمضي الأيام والأعوام لتثبت صواب الرؤية المصرية فيما يتعلق باستراتيجية القاهرة في مواجهة الإرهاب، حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه المسؤولية أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم. تحتفل مصر اليوم بذكرى تأميم قناة السويس، ففي مثل هذا اليوم عن عام 1956 أصدر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر قرار التأميم من أجل استعادة حق مصر في إدارة القناة وإيراداتها. المزيد في هذا التقرير. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. بهذه العبارة وقف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية يعلن قراره التاريخي بتأميم شركة قناة السويس في مثل هذا اليوم 26 من يوليو 1956 ليعيد القناة التي حفرها المصريون بدمائهم إلى حضن الوطن. وجاء قرار التأميم من أجل استعادة حق مصر في إدارة القناة وإيراداتها. كانت القناة وستظل رمزاً لعزة مصر وكرامتها، رمزاً لتضحية الأجداد، مسيرة من نور يكملها الأحفاد. قناة السويس التي تعتبر أهم وأقصر شريان ملاحي عالمي يربط الشرق والغرب، لم يتوقف العمل فيها سواء بالتطوير في مجراها الملاحي أو إقامة مشروعات على ضفتيها، ما يعتبر إضافة اقتصادية كبيرة لمصر، حيث حققت القناة أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة خلال العام المالي 2022-2023، محققة بذلك أعلى إيراد سنوي مالي بلغ 9.4 مليار دولار. قناة السويس قطعت شوطاً كبيراً نحو تنفيذ استراتيجياتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله، نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة. وتحيا مصر وتحيا شعوب العالم. يا مصر كلمة قالها كل مصري بانتصار. مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجاري تنفيذه، والذي سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%. استمرار التطوير في المجرى الملاحي للقناة بقيادة الرئيس السيسي ساهم في أن تظل القناة مواكبة لكافة المتغيرات العالمية في مجال النقل البحري وحركة الملاحة العالمية، وذلك من خلال إتاحة كافة الإمكانات الكفيلة بأن يظل إسهام قناة السويس في خدمة حركة التجارة العالمية عند أعلى معدلاته، استشعاراً بالأهمية الاستراتيجية لهذا المجرى الملاحي الهام. جهود تطوير قناة السويس تضمنت أيضاً تنفيذ برنامج متكامل لبناء 28 قاطرة بحرية، بجانب التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030،
وذلك عن طريق تبني العديد من المبادرات الصديقة للبيئة، مع العمل على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل. كانت القناة وستظل رمزاً لعزة مصر وكرامتها، رمزاً لتضحية الأجداد، مسيرة من نور يكملها الأحفاد. تتواصل لليوم الثالث على التوالي المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. تضم لجان المقابلات 3 خبراء من وزراء وشخصيات عامة وسفراء، وتعد مرحلة المقابلات الشخصية هي الأخيرة من مراحل التقديم للبرنامج، والذي يهدف لإعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات للقيادة، وذلك من خلال تنمية المهارات والقدرات من خلال مجموعة من البرامج العملية والنظرية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة أكسترا نيوز شيرين مجدي. شيرين، بعد التحية، بالتأكيد نحن في حاجة للمزيد من التفاصيل عن هذا برنامج، برنامج المرأة تقود للتنفيذيات، ما الجديد عندك؟ نعم دعاء، تتواصل لي اليوم الثالث والأخير المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. تلك المقابلات التي تجرى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر. هذه المقابلات هي المرحلة الأخيرة للالتحاق بهذا البرنامج. بتجرى هذه المقابلات لنحو 120 متقدمة للبرنامج من أصل 360 تقريبا متقدمة لهذا البرنامج على مدار 3 أيام تم إجراء هذه اللقاءات. وكما ذكرنا اليوم هو الثالث والأخير. بتقوم إحدى المتقدمات بالتوجه إلى إحدى لجان الخبراء، وبتوجد 10 لجان، بتضم اللجنة الواحدة 3 خبراء في المجالات المختلفة. اليوم اللجان بتضم مجموعة من الشخصيات العامة، رؤساء الجامعات، وأيضا نواب في البرلمان من كافة التخصصات. هؤلاء الخبراء بيقوموا بإجراء هذه المقابلات الشخصية لاختيار أكفأ العناصر المصرية من السيدات المصرية للالتحاق لهذا البرنامج. بيتم إجراء المقابلة حول السي في والمهارات الشخصية وأسئلة عامة لإجراء أو لاختيار أكفأ هذه العناصر. طب هذا البرنامج ما هي ماهيته، ما هي أهميته؟ البرنامج هو خاص بإعداد المصريات في المواقع التنفيذية المختلفة وتأهلهم للقيادة في كافة القطاعات من خلال تنمية المهارات والقدرات الخاصة بهم من خلال مجموعة من التدريبات النظرية والعملية. البرنامج سيتم يعني تفعيله على مدار 10 أشهر، 9 أشهر خاصة بالتدريبات النظرية وشهر للتدريب الميداني في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. البرنامج بيعتمد على التدريب التفاعلي من خلال المحاضرات وورش العمل ودراسات الحالة والتدريب الميداني، كل ذلك على مدار 223 يوم تدريبي بإجمالي عدد ساعات 1670 ساعة تدريبية. طب هذه التدريبات أهم المحاور الخاصة بها، بنتحدث عن 17 محور تدريبي مختلف في كافة المجالات. بنتحدث عن المهارات الشخصية والمهارات القيادية والإعلام والتواصل والعلاقات العامة، بنتكلم عن التسويق، وكذلك أيضا بنتحدث عن بناء الدولة وقيام الأمم والاقتصاد والتنمية المستدامة. نعم شيرين مجدي، على كافة الأحوال بالتأكيد جزيل الشكر لك على هذه المعلومات التي أطلعتينا وأفدتينا بها، جزيل الشكر لك.
وإلى آخر تطورات ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت إن أوكرانيا صعدت هجماتها على موسكو والقرم، وأشارت إلى أن كييف فشلت في هجومها المضاد، وموضحة أن بلادها تحتفظ بحق الرد على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية. أضافت أيضا أن واشنطن وكييف تمولان هجمات النظام الأوكراني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من التصدي لهجوم أوكراني استهدف إحدى سفن الأسطول الحربي الروسي في البحر الأسود. قالت الدفاع الروسية إن أوكرانيا حاولت مهاجمة سفينة الدورية سيرجي كوتوف، والتي تعد جزءا من الأسطول الروسي في البحر الأسود، باستخدام زورقين غير مأهولين، لافتة إلى أن السفينة الحربية الروسية تمكنت من تدمير الزورقين. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها قصفت مجموعة تمركز أفراد روسية وذخيرة ومعدات عسكرية وسبعة أنظمة مدفعية ونظامين إلكترونيين للحرب ونظامين صواريخ أرض جو. أوضحت هيئة الأركان العامة أن القوات الروسية شنت ضربة صاروخية واحدة و65 ضربة جوية، وفتحت النيران بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، هذا فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنى التحتية المدنية. أكدت أن تهديد ضربات صاروخية والجوية الروسية مستمر في كل أنحاء أوكرانيا. قال مسؤول أوكراني إن القوات الروسية قصفت مباني صناعية في منطقة خاركييف بطائرات مسيرة، مما تسبب في اندلاع حريق ضخم. وأشار المسؤول إلى أن رجال الإنقاذ يعملون في مكان الحادث، وموضحا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن حلفاء كييف تعهدوا بتخصيص 244 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى معدات خاصة من أجل جهود إزالة الألغام في البلاد. قالت نائبة رئيس الوزراء إن المهمة ليست فقط إزالة الألغام من المنطقة بأكملها من أجل إنقاذ أرواح الناس، وإنما أيضا يجب تسريع هذه المهمة من أجل انتعاش اقتصادي أكبر. أكدت مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي إن موسكو بعد تعليقها لاتفاق الحبوب قادرة على تعويض فقد القمح الأوكراني للبلدان المحتاجة. أضافت المسؤولة الروسية أن القمح هو محصول تصديري رئيسي لروسيا، حيث تبلغ نسبته من إجمالي محصول الحبوب في روسيا 68%، فيما تبلغ حصة روسيا في صادرة القمح العالمية 22%. أعلن مفوض الزراعة في الاتحاد الأوروبي يانوش فايتشوفسكي استعداد دول الاتحاد لتصدير كل السلع الزراعية الأوكرانية عبر ممرات التضامن. أضاف أن 60% من صادرات أوكرانيا مرت عبر ممرات التضامن، بينما مر 40% عبر البحر الأسود قبل انسحاب روسيا هذا الشهر من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. توقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية بنسبة تتراوح بين 10 و15%، ومشيرا إلى أنه يواصل تقييم الوضع. قال كبير الاقتصاديين في الصندوق بيير أوليفييه إن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود كان نافعا جدا في ضمان إمكانية شحن إمدادات وفيرة من الحبوب من أوكرانيا، مما خفف من ضغوط الأسعار على الغذاء، وشدد على أن توقف العمل بالاتفاق سيضع على الأرجح ضغوطا متصاعدة على الأسعار.
أجرت تايوان تدريبات عسكرية في مطارها الدولي الرئيسي للمرة الأولى لمحاكاة صد هجوم محتمل عليها. ركزت التدريبات العسكرية على حماية البنية التحتية للمطار وضرب سفن العدو القادمة من أجل إبقاء الممرات المائية الرئيسية مفتوحة، وذلك بمشاركة طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي ونحو 180 جندياً. تعطل موقع وزارة الخارجية الأمريكية في وقت مبكر من اليوم، وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اعتذار عن أن الموقع يواجه حاليا صعوبات فنية ويرجى المحاولة مرة أخرى بعد بضع لحظات. كانت موقع حكومية أمريكية قد تعرضت لهجوم سبراني في 15 من يونيو الماضي، وقالت مديرة وكالة الأمن السبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية حينها إنه تم استغلال ثغرة برمجية في هجوم إلكتروني على عدة وكالات حكومية فيدرالية. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى العاصمة النيوزيلندية لمناقشة الأولويات المشتركة مع المسؤولين الحكوميين في نيوزيلندا. من المتوقع أن يزور بلينكين أيضا أستراليا لمناقشة الأمن الإقليمي والتعاون. يأتي هذا في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة من علاقاتها مع دول منطقة المحيط الهادئ مع اشتداد المنافسة الجيوستراتيجية مع الصين. أعربت أستراليا ونيوزيلندا عن قلقهما بشأن اتفاقية جديدة للشرطة بين الصين وجزر سليمان، وقالتا إنهما ستقوض معايير الأمن الإقليمي المتفق عليها في المحيط الهادئ. خلال زيارة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، دعا بيان مشترك إلى الشفافية بشأن اتفاق الشرطة بين جزر سليمان والصين. كما أعرب الزعيمان عن قلقهما إزاء التحديات المتزايدة للاستقرار الإقليمي في المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عسكرة المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي والتوترات في مضيق تايوان. أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مفاوضات مع نظيره الكوري الشمالي في العاصمة بيونغيانغ، حيث يزور وفد عسكري روسي برئاسة شويغو كوريا الشمالية. أوضحت الدفاع الروسي أن الوفد سيشارك في الاحتفالات المخصصة للذكرى 70 للحرب الكورية، ومشيرة إلى أن هذه الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وستصبح مرحلة مهمة في تطوير التعاون ما بين البلدين. كشفت صور للأقمار الصناعية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ تستعد لاستعراض عسكري واسع النطاق للاحتفال بالذكرى 70 لهدنة الحرب الكورية. أظهرت صور الأقمار الصناعية تشكيلات عسكرية كبيرة وشعارات أخرى مثل النصر والنجاح في ساحة كيم إيل سونغ في وسط البلاد. تحتفل كوريا الشمالية يوم 27 من يوليو باعتباره انتصارا على قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة في الحرب الكورية. اقتصاديا، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة 9 من سلسلة جلسات المنتدى الفكري حول التحولات الديموغرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال العمل السكاني بهدف الخروج بتوصيات لدعم متخذ القرار على صعيد معالجة متطلبات القضية السكانية خلال الفترة المقبلة. أكد المركز أن عدد سكان العالم ارتفع بأكثر من 3 أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين. كما أكد المركز أن القضية السكانية تعد واحدة من أهم التحديات التنموية والتي تواجهها الدولة المصرية، حيث تضاعف تعداد سكانها خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة 14 عالميا من حيث عدد السكان، ومشيرا إلى أن مصر تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة
هذا إلى جانب ضبط معدلات النمو السكانية. بحث وزير البترول طارق الملا مع مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية جولي سيركويرا سبل دعم التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا وزيادتها. وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تقدمها المعامل الأمريكية لشركائها في مبادرة صفر انبعاثات، ومؤكدا على التزام الدولة المصرية بالمعاهدات الدولية المختلفة التي تستهدف الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات. أضاف الوزير أن قطاع البترول ينفذ حاليا عدة مشروعات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل المختلفة، وذلك بالتعاون مع شركات أجنبية ومنها عدة شركات أمريكية، ومبينا أن القطاع يستهدف التوسع في نشاط تموين الطائرات بالوقود النظيف وإنتاجه في مصر. كشف البنك المركزي عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 281.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2022-2023، وذلك وفقا لموقع أموال الغد البوابة الاقتصادية الأولى في مصر. شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال تلك الفترة شهدت تحسنا كبيرا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار. قال البنك المركزي أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار. كشف البنك المركزي أن صافي تدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد ارتفع ليسجل نحو 7.9 مليار دولار. هذا كما ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 25.7% لتسجل بذلك 10.3 مليار دولار. كشف تقرير عن ارتفاع متحصلات النقل بمعدل بلغ 41.4% ولتصل بذلك إلى 9.9 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار. أصدر بنك الأهلي ومصر حزمة شهادات ادخار جديدة بالدولار الأمريكي تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر في ظل تسجيل معدلات نمو غير مسبوقة للاقتصاد المصري، وذلك وفقا لموقع أموال الغد البوابة الاقتصادية الأولى في مصر. يبدأ العمل بالشهادات صباح اليوم في كل فروع البنك الأهلي وبنك مصر وعبر القنوات الإلكترونية المختلفة سواء الإنترنت أو الموبايل البنكي، وكذلك ماكينات الصرف الآلي ATM. تمنح شهادة الأهلي بلاس من البنك الأهلي وتمنح وشهادة أيضا إيليت من بنك مصر عائدا 7% سنويا بنفس عملة الإيداع، ويتم صرفه كل 3 أشهر. يمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري وحتى 50% من قيمة الشهادة وبسعر فائدة متميز أقل بنحو 2.25% عن سعر الإقراض بالبنك المركزي. وفي إطار التنوع والمرونة أتاح البنكان شهادتي الأهلي فورا والقمة لمدة 3 سنوات أيضا بسعر عائد 9% سنوي يتم صرفه بالقيمة المعادلة بالجنيه، على أن يتم الصرف مقدما ل3 سنوات كاملة بإجمالي 27%. والشهادات يتم طرحها بضمان البنك المركزي المصري والذي استطاع على مدار عقود متتالية الوفاء بجميع التزاماته المالية بشهادة كل المؤسسات الدولية الكبرى.
قال التلفزيون الرسمي في الجزائر أن فرق الأطفاء تمكنت من احتواء الحرائق المستعرة في الغابات. هذا واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر وأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم 10 جنود، وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم. لقي طيران مصرعهما خلال مشاركتهما في مكافحة حرائق الغابات في اليونان إثر تحطم طائرتهما المخصصة لإطفاء الحرائق، في حين عثر على شخص ثالث وقد فارق الحياة وسط استمرار موجات الحر التي تغذي النيران المستعرة في البلاد. تستعد اليونان لموجة حر جديدة وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة 44 درجة مئوية. لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهما في إيطاليا جراء عواصف رعدية عنيفة ضربت شمال البلاد. هبطت رياح عاتية بلغت سرعتها 110 كيلومترات في الساعة. هذا وهطلت أمطار غزيرة على مدينة ميلانو فغمرت المياه الشوارع وسقطت الأشجار على الطرقات. قالت شركة النقل العام إن أضرارا جسيمة لحقت بشبكة الكهرباء، كما انقطعت المياه في المركز التاريخي لمدينة ميلانو. أخبارنا الرياضية، يواجه فريق الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم في مباراة مؤجلة من الأسبوع 30 من الدوري الممتاز. نجح الأهلي في حسم لقب الدوري بعد غياب عن التتويج بالدرع لمدة موسمين، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز للحصول على دفعة معنوية قبل مواجهة الداخلية في دور 16 لبطولة كأس مصر. قال غوارديولا إن مانشستر سيتي سيكافح من أجل الإبقاء على كايل ووكر، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن مدافع إنجلترا يفكر في الرحيل إلى بايرن ميونخ الألمانية. قال غوارديولا إن الفريق بحاجة إلى ووكر، ومشيرا إلى أن قدرات اللاعب لا يمكن تعويضها. حصد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما 12 لقبا كبيرا مع بطل إنجلترا، بما في ذلك ثلاثية تاريخية الموسم الماضي. تجنب مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل التعليق على خبر انتقال مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر إلى بطل الدوري الألماني. قال توخيل إنه إذا حدثت التغييرات فإنها ستحدث، وأكد أيضا نجم بايرن ميونخ جوشا كيمش أنه ليس لديه أي خطط للرحيل، على الرغم من التقارير التي تفيد باهتمام لاعب خط الوسط والبالغ من العمر 28 عام من العديد من الأندية الكبرى بما في ذلك ليفربول. زار عدد من لاعبي فريق توتنهام الإنجليزية منظمة خيرية تعتني بالأطفال في سنغافورة، وذلك كجزء من جولتهم الآسيوية قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. سيلعب توتنهام مع فريق ليون سيتي المحلي في الملعب الوطني بعد انسحاب فريق روما الإيطالي، وذلك بعد خلاف مع المروجين المحليين. سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق بأربعة أهداف دون رد على أتلانتا يونايتد، ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي المكسيكي. وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.
فاز فريق كورتيبا على ضيف بلومينيسي بهدفين دون مقابل في الجولة 16 من الدورية البرازيلية. بهذه النتيجة تفعل رصيد أصحاب الأرض إلى 14 نقطة في المركز 18 بجدول ترتيب المسابقة، بينما تراجع ضيوف إلى المركز 7 ب25 نقطة من 16 مباراة. وصلنا لختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى مدينة سان بيترسبرغ الروسية للمشاركة في فعالية النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية. بوتين يؤكد تمسك روسيا بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية وتحفيز التجارة والاستثمار معها. الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لنقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر ممرات التضامن. لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا دانا مدحت وزميلتي دعاء جاد الحق. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.